هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم مشاهدين إلى جلسة المال والأعمال، معكم هاني نصر. ماذا في أبرز عناوين جلستنا لهذه الليلة؟ 755 مليار دولار استثمارات عربية في قطاع الطاقة. لبنان يصدر سندات يوروبوند بمليار دولار. أزمة الغاز تتفاقم في جدة وسعر الإسطوانة يتجاوز 100 ريال. نبدأ من العنوان الأخير في جلستنا مشاهدينا، حيث تتواصل أزمة الغاز في مدينة جدة، إذ تجاوز سعر الإسطوانة 100 ريال بسبب السوق السوداء. وقد واصلت العديد من مستودعات بيع الغاز في جدة إغلاق أبوابها، فيما شهدت المحال التي أسعفها الدور في الحصول على حصتها من الإمداد زحاما وتخاطفا للكميات التي وصلت إليها. وعلى صعيد آخر، ضبط مجلس الغرف السعودية 30 شركة مخالفة في المنطقة الشرقية باعت أكثر من 6 ملايين لتر من الديزل داخل وخارج المملكة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 360 مليون ريال، وتم إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أتابع هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفي من الرياض السيد بدر الشهيلي، وهو خبير بقطاع النقل. سيد الشهيلي، أهلا ومرحبا بك. إذا كما قرأنا في الخبر، تقريبا 30 شركة محلية وأجنبية متورطة بتهريب حوالي 6 ملايين لتر ديزل. حيثيات هذا الموضوع، ما خلفيته، ما القصة عن هذا الموضوع بالتحديد إذا توفرت لديك معلومات كافية؟ نعم، على كل الأحوال الشركات العاملة في قطاع الديزل والنفط بشكل عام ما فيه رقابة بشكل كامل ومنظم وتشريع من مثل شركة أرامكو تساعد على تنظيم هذه العملية. هناك مافيا إن صح التعبير من ضعاف النفوس، سواء كانوا أفراد مقيمين أو كانت شركات منظمة، تستغل الدعم الحكومي للديزل تحديدا وتقوم بتصديره إلى خارج المملكة من خلال منافذ بيع، أما من خلال الشاحنات، أما من خلال البواخر، أما من خلال حتى الطريقة التقليدية. للأسف الوضع بدأ يأخذ منحنى خطير جدا يؤثر على الناتج الوطني يعني الأول، واللي هو النفط اللي احنا نعتمد الاعتماد الكلي عليه في اقتصادنا الوطني. نعم، يعني تفضل تابع. تفضل تابع. الشركات طبعا ما تم ضبطه 30 شركة يعتبر جزء بسيط جدا من الشركات الموجودة والعاملة في 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 هذا إنجاز التعبير السوق القطاع السوداء، أو السوق السوداء، لأنه عملية تصديره بهذا الشكل واستغلال الدعم الحكومي ينعكس بالسلب، وأقل ما يقال عنه بأنه سوق سوداء تضر بالاقتصاد الوطني. في هذا لا يوجد إلى الآن تضر بالاقتصاد الوطني، أي يعني خلينا نحكي بلغة الأرقام، شو حجم هذا الضرر المتوقع من عمليات التهريب على الاقتصاد الوطني السعودي، لا سيما في قطاع النفط؟ سيد الكريم، السعودية كانت تنتج في عام 1980 10 مليون برميل من النفط. الآن في بعد 35 سنة استهلاكنا كان في ذاك الفترة 6%، استهلاكنا اليوم 35% من إنتاجنا. هذا ما ينعكس بالسلب، بالتالي يجب ضبطها بكل قوة. الديزل 28 مليار استهلاك السنوي لسنة 2014، 28 مليار مقارنة بعدد السكان 30 مليون، في فرق شاسع، في فرق شاسع بالأرقام. طيب،
أين هي الحكومة؟ أين هي الإجراءات الحكومية للحد من هذه العمليات التي سميتها أنت هناك مافيا بهذا الإطار تقوم بالتلاعب بهذه القصاص، تقوم بتهريب أو تشارك في تهريب الديزل. طيب ما في رادع يحول دون ذلك؟ هناك إجراء، هناك تنظيم التهريب بمصلحة الجمارك الموجود حاليا، لكن ما في شيء مخصص في تهريب النفط. تهريب النفط يجب أن يطبق عليه يعني أشد العقوبات، يتجاوز كل شيء. نحن نتكلم عن ناتجنا القومي والوطني الأول، إذا تساهلنا فيه وتمدينا في التساهل فيه هذا ما سيجعل وضعنا صعب في المستقبل وقادم الأيام، مستقبل الأبناء والأجيال. لا يوجد نظام واضح وصريح يختص في جزئية تهريب النفط، هو النظام العام للتهريب، لكن النفط مدعوم من الحكومة، الديزل تحديدا 25 هللة أقل من علبة مية المعدنية، المياه المعدنية يباع في مثلا في الإمارات بثلاثة ريال لللتر، يستغل استغلال بطريقة يعني سوداوية من ضعاف النفوس. إلى الآن لا يوجد نظام واضح وصارم وصريح، يجب قطع اليد في مثل هذا التجاوزات. ماذا عن التعاون مع الدول الأخرى التي تم التهريب إليها؟ هناك اجتماعات تمت بالفترة القريبة بين وزراء النفط في السعودية والإمارات والكويت لبحث آلية مثل هذه الأشياء، لكن لا أعتقد أنه من الواجب اليوم أن يكون التنسيق أقوى وتنسيق أمني وتجاري بالإضافة إلى مصلحة الجمارك لمتابعة هذه الشركات ومتابعة المستقبلين ومتابعة السماسرة بالداخل والخارج بالتنسيق مع الدول الأخرى حتى يتم يعني إقفال جميع الطرق الغير مشروعة التي يقومون فيها سواء كانت بشكل فردي أو بشكل منظم من شكل شركات. طيب نذهب إلى خبر آخر، معلش بدي أخذ رأيك فيه باعتبار حضرتك يعني مسؤول بقطاع النقل. إلا ما نعرف شو قصة نقص الغاز بجدة، يعني هل في الآونة الأخيرة سمعنا أخبار كتير، طوابير كتير واقفة بالشوارع عم تستنى قارورة الغاز اللي ارتفع سعرها للمئة ريال ببلد مثل السعودية، لماذا هذه الأزمة؟ على كل الأحوال أعتقد أن المتخصصين وشركة الغاز تحديدا تملك دراية أكثر بهذا الجانب، هم مسؤولين. اليوم كان في خبر إقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، جاري العمل حسب ما أوضحوا إن شاء الله لإنهاء هذه الأزمة، نتمنى أنها تنتهي إن شاء الله بأسرع وقت. هل تعرض أيضا الغاز لعمليات تهريب معينة؟ هل تم ضبط أي شيء من هذا النوع؟ على كل الأحوال الغاز أقل يعني من النفط، إحنا عندنا مشكلة الديزل والبنزين، البنزين مع الحدود الشمالية تحديدا مع الأردن في مشكلة كبيرة تعاني منها المملكة، الديزل مع الإمارات مع اليمن مع الأردن ينشط كثيرا مع الإمارات، نتمنى إن شاء الله تعالى أن يتم تدارك هذا الموضوع والعمل بجدية على حله، لأنه إحنا يعني نتكلم عن موضوع يمس أمننا الوطني بكل صراحة، خاصة أنه الحديث عن خسائر بمليارات الريالات سنويا جراء عمليات التهريب. ضيفي من العاصمة السعودية الرياض بدر الشهيلي الخبير بالقطاع قطاع النقل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أيضا إلى قطاع النفط وبتفاصيل أخباره مشاهدين، بينت دراسة اقتصادية عزم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمار 755 مليار دولار في مشاريع للطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة حسب شركة أرب بتروليوم كوربوريشن، وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وسينفق 42 من هذه الاستثمارات سينفق تقريبا بإنتاج الطاقة الكهربائية، يعني ما يعادل 306
16 مليار دولار و 31% في قطاع النفط، في حين 27% في قطاع الغاز. وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل الدول العربية بالإضافة إلى إيران، وغالبيتها غنية بموارد الطاقة. أما فيما يخص شركات النفط، فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بوياني إن أسعار النفط ستظل على الأرجح منخفضة نسبيا حتى الصيف المقبل، وهو ما يدفع الشركة لافتراض سعر متوسط لبرميل النفط عند 60 دولارا هذا العام. ورغم هبوط أسعار النفط، فإن توتال تحافظ على استثماراتها في مشروعاتها الكبرى، وتقدر خسائر الشركة من هبوط أسعار النفط بحوالي ملياري دولار لكل تراجع قيمته 10 دولارات. وفي نفس الوقت تم إبلاغ توتال بتعرض حقل المبروك النفطي في ليبيا لهجوم مسلح هذا الأسبوع، وأنه لا يوجد أي من موظفي الشركة في الموقع. وتدير المؤسسة الوطنية النفط الليبية وتوتال الحقل الذي جرى إغلاقه حين توقف العمل بمرفأ السدر النفطي في ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب أوضاع أمنية. وإلى روسيا مشاهدينا، حيث بلغت صادرات الغاز الروسية لأوروبا وتركيا 11 مليار و100 مليون متر مكعب في يناير كانون الثاني حسب الشركة الروسية العملاقة غاز بروم. وبلغت صادرات الشركة لأوكرانيا وتركيا 147 مليار و200 مليون متر مكعب في العام الماضي بأكمله. وإلى قطاع الطيران، فقد زاد الطلب العالمي على الشحن الجوي 4.9% في ديسمبر كانون الأول مع تسارع النمو مدعوما بتنامي التجارة العالمية حسب أياتا، وذلك بدعم من منطقتي آسيا والمحيط الهادئ فضلا إلى الشرق الأوسط. وقد بلغ 4.5% في العام الماضي بأكمله مقارنة مع 1.4% في العام 2013. وطبعا في هذا الموضوع، موضوع النفط الذي يشغل الأخبار هذه الأيام مشاهدينا، ينضم إلينا طبعا من الرياض الدكتور عبد الرحمن السلطان، يحدثنا أكثر عن بالتحديد الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة. وأهلا مرحبا بك دكتور عبد الرحمن. إذا نتحدث عن حوالي 755 مليار دولار استثمارات عربية في قطاع الطاقة، نتحدث عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبلغ كبير، كيف يمكن قراءة هذا الرقم استثماريا؟ طبعا يعني هناك مخططات لزيادة الطاقة الإنتاجية في معظم الدول المنتجة للنفط خلال السنوات القادمة، لكنه الآن في ظل التراجعات الحالية في أسعار النفط واحتمال اضطرار هذه البلدان إلى تخفيض إنتاجها حتى توازن السوق النفطية، فأني لا أعتقد أن هذه الاستثمارات سوف تكون يعني متوقعة فعلا، وإنما ستكون الاستثمارات أقل في قطاع النفط سواء في دول الشرق الأوسط أو في أيضا في الدول الأخرى على مستوى العالم. الاستثمارات النفطية بكل تأكيد سوف تتراجع. نعم، يعني فعلا تراجعات أسعار النفط، الكثير من الشركات تلجأ إلى تقليل نفقاتها، تقليل استثماراتها، في حين نتحدث عن استثمارات عربية ب 755 مليار دولار. لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون دكتور عبد الرحمن، أسعار النفط الحالية، هل يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى القاع أم لم نصل بعد؟ ومتى، إذا لم نصل فعلا إلى أسعار القاع، متى يمكن الوصول إلى هذه الأسعار؟ طبعا السوق النفطية الحقيقة هي سوق لا يمكن أن تكون تنافسية، ودائما هناك حاجة للتحكم بالكمية المعروضة من النفط. الآن أوبك تخلت عن هذه المسؤولية على الأقل في الفترة الحالية، وبالتالي سوف يكون هناك ضغط مزيد من الضغط على الأسعار، لأنه الآن حتى داخل أوبك الآن في نمو بالإنتاج، وأيضا هناك محاولة من الدول خارج الأوبك أيضا للتعويض عن التراجع في إيراداتها من خلال أيضا زيادة الإنتاج، فهذا يجعل الأسعار معرضة لمزيد من الهبوط. فإلى أن تقرر حقيقة أوبك أن تغير من استراتيجيتها وتحد من فائض الإنتاج سواء بمبادرة خاصة بأوبك أو من خلال اتفاق جديد مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط خارج أوبك، فإن الأسعار
من المتوقع ان تكون ايضا معرضه لمزيد من التراجع. في هذا الإطار يعني بالتحديد دول الخليج وهي أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، كيف عليها أن تتعامل اقتصاديا مع هذه التراجعات؟ يعني شفنا بعض الميزانيات في دول الخليج تأثرت بتراجعات أسعار النفط، مع استمرار هذا التراجع ما المطلوب من حكومات الدول الخليجية، لا سيما أن أغلب تركيزها يكون على قطاع النفط على خلاف القطاعات الأخرى؟ طبعا التاثير الاقتصادي لتراجعات اسعار النفط على اقتصادات هذه البلدان ياتي من خلال الانفاق الحكومي، فاذا قررت هذه البلدان تخفض من انفاقها الحكومي فان اقتصاداتها سوف يعني تبدي التاثير السلبي لتراجع اسعار النفط. لكن اذا تعاملت هذه البلدان مع التراجع الحالي لاسعار النفط على انه يعني حاله مؤقته وانه خلال اشهر ممكن ان تعاود الاسعار النفط ارتفاعها، فان على الارجح انه يكون التاثير محدود، لانه يعني نعرف انه كثير من هذه البلدان يعني قد لا تكون قررت تخفيض الانفاق الحكومي، بل بعض هذه البلدان زي المملكه مثلا هناك نمو بالانفاق من خلال الاجراءات الاستثنائيه التي اتخذت بمناسبه مبايعه الملك سلمان نعم بالمملكه، فهذه تحد من التاثير السلبي على الاقتصادات، لكنه هذا يعني حد مؤقت، يعني في حال استمرار اسعار النفط متدنيه فانها سوف تكون مضطره على الاقل في 2016 الى اجراء خفض كبير بالانفاق الحكومي، وهنا يبدا التاثير السلبي والشديد على اقتصاداتها نتيجه تراجع اسعار النفط. إذا ذهبنا عالميا، وسؤال أخير دكتور، يعني إذا ذهبنا عالميا وتحدثنا أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث أيضا بأن الولايات المتحدة تأثرت بتراجعات أسعار النفط مؤخرا، يعني شفنا إضرابات بمصافي النفط ونقابة الحديد والصلب في الولايات المتحدة قامت بإضراب منذ فترة أثر على أسعار النفط. السؤال المطروح، هل بات فعلا هذا التراجع تحسب له أي حساب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي جراء تأثرها فيه قد تضغط على منظمة الدول المصدرة للنفط لعودة الأسعار إلى رفع الأسعار من خلال تخفيف الإنتاج الحصص الإنتاجية؟ طبعا التأثير على قطاع النفط خاصة النفط الصخري سوف يستغرق بعض الوقت، لأنه الآن الملاحظ الآن في تراجع حوالي 24% في منصات الحفر، يعني هذه تنذر بأن الإنتاج مستقبلا يعني خلال الأشهر القادمة سوف يبدأ بالتراجع. إلى الآن ما هو واضح أي تراجع في كمية الإنتاج، لأن الحقول القائمة الآن المنتجة مستمرة بالإنتاج حتى في ظل الأسعار الحالية أو المنخفضة الحالية، يبدو أنها معظم النفط الأمريكي يعني التكلفة حتى مناسب للإنتاج حتى بأسعار تقل عن 50 دولار، لكنه اذا استمرت هذه الاسعار بهذا التدني ومع الانخفاض الحالي في منصات الحفر فانه سوف يكون هناك تراجع في الانتاج النفطي الامريكي خلال المرحله القادمه، هذا سوف يقلل من الانتاج، لكنه ايضا يجب ان نلاحظ انه الان انتاج النفط الان في امريكا النفط الصخري نعم ينتج من خلال مئات المنتجين، الان اتوقع انه في كونسوليديشن يعني بيكون في اتحاد او دمج لهذه الشركات بحيث انه تزيد قدرتهم حتى على منافسه اوبك خلال المرحله القادمه، وبالتالي الريستراكشرنج او اعاده الهيكله لقطاع النفط الصخري الحالي قد يخدم هذا انتاج النفط الصخري بالولايات المتحده خلال المرحلة القادمة. نعم، من الرياض الدكتور عبد الرحمن السلطان الخبير والكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. بعد فاصل قصير مشاهدينا نتابع جلسة الأعمال، وفيها قناة السويس تحقق في العام 2014 إيرادات بلغت قرابة 5.5 مليار دولار. مرحبا من جديد. أعلن لبنان عن تعيين 3 مصارف لإصدار سندات يوروبوند مقومة بالدولار الأمريكي، وهي بنك لبنان والمهجر وسيتي جروب وسيتي جنرال اللبناني.
بحيث تتولى المصارف عملية الإصدار الجديدة التي تهدف إلى جمع مبلغ مليار دولار أمريكي. وكانت آخر مرة لجأ فيها لبنان إلى سوق السندات الدولية في نيسان إبريل من العام الماضي للحصول على أموال نقدية من خلال إصدارين للسندات وإجراء عملية تبادل طوعي للديون. يذكر أن تصنيف لبنان هو B2 لدى وكالة موديز وB- لدى ستاندرد أند بورز وB لدى وكالة فيتش. أتابع هذا الموضوع مشاهدينا عبر الهاتف مع ضيفي من العاصمة اللبنانية بيروت السيد جهاد أزعور وزير المالية اللبناني الأسبق والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي. سيد جهاد أهلا ومرحبا بك. إذا كم العائد على هذه السندات المتوقع طبعا ونسبة التغطية؟ الواقع من المبكر انك تقدر تحدد شو راح يكون العائد نظرا لنقطتين اساسيات هي اللي هن بعد ما تحددوا. اولا هو شو الماتشوريتيز، يعني شو المهل اللي راح يتم الاصدار فيها اذا كانت 5 أو 7 أو 10 سنوات. والنقطه الثانيه هو مين راح يكون المكتتبين الاساسيين اذا كانوا مكتتبين محليين او صناديق استثماريه خارجيه. الحقيقه اليوم عائدات على سندات الخزينه بالعملات الاجنبيه اللبنانيه عم تستفيد من وجود نسب فوائد عالميه منخفضه، حتى لو عم تكون الهامش عالي السبريد، انما عم تبقى بالنسبه لكلفه الاستدانه للخزينه اللبنانيه مقبوله جدا. وكذلك الامر عم تجي هالتمويل بالعمله الاجنبيه يعزز الاسواق الماليه اللبنانيه ويعزز الثقه بقدرة لبنان على إعادة تمويل ديون الخارجية. ما هذا السؤال اللي أطرحه عليك سيد جهاد، يعني نحن نعرف لبنان عم تتراكم عليه الديون سنة تلو الأخرى، مع هذه الإصدارات الجديدة للسندات هل مخاوف تزداد مع احتمال يعني أنه تتعمق هذه الديون، تتراكم هذه الديون أكثر وأكثر؟ الحقيقة تراكم الديون جاي من العجز اللي عم يصير كل سنة عن سنة أكبر بالموازنة. سنة 2013 كان حوالي 10% من الناتج المحلي، بال 2014 متوقع انه يكون اعلى. المشكلة الأساسية هي بإدارة المالية العامة أي بإدارة الموازنة أكثر بكثير من عملية التمويل. ما تنسى اليوم انه لبنان عم يستفيد من ثلاث عناصر كثير مهمة، أولاً حجم الودائع المصرفية أو حجم القطاع المالي بلبنان اللي عم يقدر يأمن له سيولة، نسبة الفوائد العالية العالمية المنخفضة. ثلاثة، قدرة لبنان اليوم هي بإمكانات بالاستدانة بالعملات الأجنبية جاي لأنه اقتصاده بيستعمل العملتين، العملة المحلية والعملات الأجنبية. بس بالواقع لتعالج المشكلة بدك تعالج المشكلة من الأساس من خلال تعديل بالسياسة المالية بتخفيض عناصر كبيرة بنفقات الموازنة وأهمها الدعم المحروقات اللي بيتم من خلال شركة كهرباء لبنان اللي بيشكل حوالي مليارين دولار سنويا 4% من الناتج، وكذلك الأمر مجموعة من الإصلاحات اللي كانت على صعيد النفقات أو على صعيد الضرائب لا تقدر أنت ترجع إلى وضع مالي سليم. السيد جهاد أزعور وزير المالية اللبناني الأسبق والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي ضيفي من العاصمة بيروت، شكرا جزيلا لك. إلى مصر، حيث حققت قناة السويس في العام 2014 إيرادات بلغت 5,455,000,000 دولار بنسبة نمو تصل إلى 6.8%. وقررت القاهرة تثبيت الرسوم التي تحصلها من السفن أو تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال العام 2015 رغم الأزمة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة. وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة قررت تعديل المنشور الملاحي خاص بمنح تخفيض 35% لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25%. تعتزم السعودية والإمارات والكويت تقديم 10 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس آذار أو المؤتمر الاقتصادي في منتصف مارس آذار. وسبق أن تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات نفطية من الدول الثلاث. طبعا تعتزم مصر كما ذكرنا عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس آذار المقبل سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات طويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية وكذلك الزراعية. ومن مصر مشاهدينا نختم جلسة أعمال هذه الليلة، إلى اللقاء في الغد.
هذا البرنامج برعاية زين